كنا جايين حازمين باش ناخذ واحد النتيجه ايجابيه من مدينه الدار البيضاء، الساعه قدر الله جا في واحد جا واحد الهدف في واحد الظرفيه ما كناش نتسناوها، كان عندنا باش نقتلوا الماتش قبل من الوقت قبل ما يتسجل لنا، الساعه قدر الله ديال الكره يعني الفريق فريق الوداد البيضاوي، ونتمنوا نتاركوا فوق الوقت في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. خاصمتكم نتائج ايجابيه في الفتره الاخيره من بعد الفوز ديال مراكش، واش فتره فراغ، واش الغياب ديال الجمهور ديالكم في الميدان؟ بطبيعه الحال اي فريق تيمر في مرحله فراغ، حنا دابا تنمروا في مرحله فراغ زائد غياب الجمهور ديالنا الدعم المساند الرسمي ديالنا، نتمنوا من الله ندوزوا هاد الفتره في سلام ونحققوا شي نتيجه ايجابيه ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله.